الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن على مباراة ودية بين منتخب التونسي والجزائري في شهر جوان القادم في الجزائر. هل المنتخب التونسي قادر على فك عقدة الخسارة مع الجارة باعتبار انهزامنا معاهم في زوز مناسبات سابقين؟ والله ايش باش نقول لك، باش نعملوا مقارنة جوار بجوار يطيروا بينا بالف سنة ضوئية مش كورجي. نحن عندنا مشكلة ضربينه في رواحنا التوانسة، فهمتني؟ جوار طلع لعب لك في قطر ولا في الخليج يشوف في روحه معناها ولا انترناسيونال، اللي هو مازال حتى محط الساقو في فهمتني. وكا معناها كوره ككوره هما كورتهم انظف في حصر، كي كانت كوره تونس كان شادها بن علي البلاد وجامعه تخدم لسرقه لغشله. تو تشوف حتى جوار اللي يطلع من با عام يطيح ما يزيدش عام، عمل شويه فلوس شبع. شوف جواريتهم هما محليهم خويا، جوارياتهم شوف وين يكوروا، في الشامبيونز ليغ، في الاوروبا ليغ، في الاوروب، بريسك الكيب ناسيونال تاع الجزائر كل في الاوروب. تونسي اما نحب خويا، نحب حقيقه الجزائر خير منا في كوره، الجزائر خير منا حتى كوره، كورتهم نظيفه كتكنيك كفيزيك كاللي تحب، فهمتني؟ ان شاء الله نحن نحلوا العقده، ما نتصورش باش نكذب. انا حتى كان باش كان بريزلتا نتاع اثنين بلاش الجزائر 2-1 ماكس، اما باش نربحوها ليه نيل يمكن اي ربح ليه ربح. ما تشوف انت ما شافتوش البلاد باش تشوفوا في الكوره، فهمتني؟ الفريق الجزائري عمل باركور باهيه، فبعدها لعبنا معاه دوك خسرنا. احنا كنا وضعيتنا مزريه بالحق، معناها منتخبنا ما كانش في اوج العطاء نتاعو، لاعبيتنا ما كانوش بارزين، بالتالي معناها طبيعي جدا باش يربحونا. وحتى كي ربحونا ما ربحوناش بنتيجه ثقيله اللي تخلينا معناها ضحكه ولا تخلينا معناتها كرويا نحكي معناها. دوك احنا اليوم باللي عنا بالملاعبين اللي عنا قادرين نربحوا منتخب الجزائر بشرط، هما باش ربحونا، رم لا ربحونا فنيا لا تكتيكيا، رم ربحونا بالجرينت. خاطر نحن كي نلعبوا مع الجزائريه فرق بين واحد، يعني هو حتى كي تبدا في خدمه معناتها مش كيما واحد يخدم قلب ورب، مش كيما واحد يتكركر بلغتنا نحن. احنا ملاعبيتنا في الزوز ماتشويت كانوا يتكركروا، دوك هما في الفتره الاخرانيه كل ملاعبيتنا يتكركروا. ما عندناش شكون يرسخ في قلب الملاعبي وقت تهبط تلعب، راهو يلزمك تربح. احنا رسخونا في ملاعبيتنا سواء على الانديه ولا وكرهونا في الكوره، حتى ملاعبي يلعب ما عندوش حب الانتصار، هاني نلعب المركي في نهاري وكهو عندي ماتش مش نلعب، وتجيني كوره نسيبها ما نجهدش ما نرميش روحي على الكوره نخاف على روحي. هذا هما اللي الجزائريه وقت يلعبوا معانا لعبوا يلزمهم يربحوا، بالتالي ربحوا. احنا اليوم ما نستنوهاش اليوم باللي عندنا اليوم، والدليل هاك تراه معناها الترجي تربح في الجزائر. بون الجزائر ماهيش حاجه تحكي لي انت محترفين وما محترفين على خاطر وكل شيء، هي ما يفوتونا كم بالجرينت وما ربحونا كم بالرجله نهار الماتش. واحنا عندنا مشكله في تونس كونه اللي وليوا يلعبوا الكوره والنخبه معناتها بالحق ما كنياسك، خليني فسامحني في الكلمه خليني نقولها، اولاد نانا نحن نسموهم، هم شكل جارحين. الراجل اللي ما يسلمش، الراجل اللي ما يقبلش الهزيمه، الراجل اللي ما يقبلش الخساره حتى في طرح رامي. انت ساعات تشوف واحد يلعب في طرح كارتا في القهوه عنده جرينتا اكثر من لاعب تاع منتخب، عنده جرينتا اكثر من لاعب يهز رايه الوطن. بالتالي هذيك هو باش يربحونا، ما هي عمرها لا كانت عقده، وقادرين نربحوا الجزائر في ثلاثه ماتشات ورا بعضهم سواء رسمية ولا ودية. اي بور ماتش اميكال، يعني عنده كل ماتش عنده لي زوبجيكتيف نتاعو بور لونترينور ناسيونال. علاش يعمل ماتش اميكال؟ يلزم عنده اوبجيكتيف يعرف الوقت ويقول علاش يبرر، فهمت؟ ابروبو الخسارة في دي كونتكست ديفيرونت، شامبيون عرب سي وضعية، ماتش اميكال آخر سي وضعية، الماتش اميكال هذايا سي وضعية. نجمو نربحو، نجمو نخسر، نجمو نتعادلو، سي نورمال. لكن اللي نحب نقوله انا بالك شي باش يهبط جوارات يجربهم، شي يجرب بلون تاع لاعب، فبالتالي الريزلتا اخر حاجه يفكر فيها. بيان سور يحب يربح ريبريزونتاسيون وطلق والحكايه هذيك الكل، مي يعني ماتش اميكال مادام برمجوا عندي ثقه انا في المدرب القومي، مادام اختار الوقت واختار الادفرسير ما فرضوش عليه يعرف شو يعمل واش قاعد يعمل. هو بالنسبه لي انا يربح ولا يخسر في ماتش اميكال، الجزائر ربحتنا في شامبيون عرب، نحن مشينا المونديال وهم ما مشاوش، فهمت؟ نحن عندنا شويه صنعه، عندنا شويه حظ، عندنا شويه الار ربي يعينوا وربي يوفقهم، وجو بونس قاعدين يخدموا على ارواحهم
فهمت؟ وان شاء الله كل شيء يكون باهي لتونس. عاديين على الاخر ونكور بخير منها وديما رابحين، معناها خسرنا معهم زوز ماتشات معناها عادي، فهمتني؟ بالعكس هما نحن عقدتهم هما، فهمتني؟ نحن عقدتهم هما، معناها هما كي يلعبوا معنا يجيبوا ما عندهم عباره يلعبوا مع البرازيل ولا يا بالرسمي، معناها نحن عقدتهم وما همش هما عقدتنا، فهمتني؟ ونحن عندنا شخصيه نلعبوا بها والحمد لله. ما فماش عقد. اي. قلت لك عقدة الخسارة معناها اي عادي عادي نربحوها عادي، ما ثم حتى مشكل، ما فماش حتى عقدة، فهمتني؟ نحن بطبيعتنا عندنا شخصيتنا ولا بأس، معناها نربحوها بإذن الله نربحوها، فهمتني؟ عادي، فهمتني؟ والله باش نقول من المنبر هذايا عندنا أولاد وعندنا جوارات عندنا كاليتي باهي في الكورة، كيما مع كي لعبوا مع فرنسا ما كانش يتصور الشعب التونسي باش نربحوا فرنسا. كي يلعبوا ديما على الدرب وراهم نربحوها ازاي ونربحوا اي كيب راهم حاجه برك. الكوره في تونس نحن ما نلعبوش على العالم، اما كي تحط العالم وتحط الجزيريه فاش خير منا الجزيريه، يلعبوا على الدرب والجزيريه، الجزيريه ياكلوا التيران ياكلوا الجازون ياكلوا التيران ياكلوا ما ياكلوا مكان. نقول لك حاجه زي مش اقوى منا، عندنا كاليتي قويه، بكاليتي حاجه برك قويه حاجه برك، كي تلعب يلعبوا على الدرب وكي يلعبوا يعرفوا قيمه العالم هذايا ورحمة أمي اللي جابتني تجيب حتى شكون جي. احنا ربحنا فرنسا اللي أقوى كيب في فرنسا نربحوها نربحوك حاجة برك القلب المريول، هي الكرة كلها مريول مريول، كي تلعب على الوطنية راك تربحها شكون الجزائري؟ عندنا أولادنا توا أصح من الجزائرية، كي تقول لي المغرب نسمعك، أقوى كيب توا في أفريقيا هي المغرب. نحكوا الصحيح، نحكوا بالصدق، المغرب أقوى منا في كل شيء، جوات اكاليتي قويه ولعبه قويه، وفما بلوك فما يبلوكي قدام الكاج بلوكي التالي، فما كوره تدور فما معناتها نقولوا جوات متلاصقه بعضها يكوروا بعضها، كوره تشوف فيها كوره تدور كان معناتها حتى الاوروبي يتبعوا في المغرب، المغرب ساهو وقفت لها مخه في العالم. وحاجه برك نرجع الكلمه ذي تونس نعاود نقول الجزائر مش اقوى منه بحول الله، اما شاميكال والله الاولاد كان يلعبوا جرينتا كيما حابين يربحوها. والله هو قادر، اما شنو هو معناه كيما نقولوا احنا بالنسبه لنا احنا الجزائر ولا تونس ما فماش فرق، كي تربح الجزائر ولا تونس احنا نفرحوا زوز مع بعضنا وما يقلقش، اما بالنسبه للمنتخب التونسي راهو قادر مع الشقيقه الجزائر، فانت مش الجاره ما نقولهاش الجاره خاطر شقيقه هي، فانت هما كي يربحوا الجزائريين ولا احنا فرحتهم هما فرحتنا احنا وفرحتنا احنا فرحتهم هما، معناها هذا ما يقلقش، اما بالنسبه لنا احنا نتمنوا لهم هما الخير وهم يتمنوا لنا الخير، هو مام في تبول معناها يجي، فانت اما احنا كي مثلا كيما نقولوا احنا كي راهو مثلا الجزائر ماشيه امورها عندنا احنا حتى في الكوره في كل شيء ولا في كاس عالم ديما نتشجعوا فيها احنا الجزائر وهم يشجعونا في تونس، معناها في ناس ما بينتناش فرق ما بين الجزائر وتونس، ونحب نشكرهم هكا والسلام. بون والله ايش باش نقول لك، هي كما يقولوها معناها الكوره فيها ربح وخساره، الكوره تعلمك حاجات اخرى كما تقرب العلاقات معناها مع بعضها، مش عقده هي بريتو معناها كي حكيت لك فهمتني، اللي حاضر خويا مبروك عليه وكا، واحنا ربحونا مرتين مره هنا في تونس مره بطوله عربيه في قطر كيك. ما سهلش ربي اكيد، ما دام انت وصلت خسرت ما فماش ربح باز، فما غلط وفما اسباب معناها فهمتني، تصلح الاغلاط هذوكم خويا ان شاء الله، علاش ليه معناها يكون الربح لينا، وتحضر انت روحك وتحضر جواريتك والكل مونتالمون فيزيكمون تكنيكمون كل شيء، وان شاء الله ان شاء الله علاش ليه معناها. احنا ديجا معناتها ما تهمناش الخساره خاطر عقدتنا الوحيده في العرب بصفه عامه هي كان المغرب، حتى مصر ما تقدنيش معناها، وفوق هذا كل ما عندهم من يوصلوا معنا ديجا، هما تو محترفين ولا مش محترفين، جوارات اللي عندهم الكل بداوا من عندنا وبعد خرجوا، واحنا حاليا جونا به كجوارات كانترونور بون بيو عليهم ما ميسالش ماشيين شويه، وتو الجزائر طايحه راهو ما عادش كيما قبل، وان شاء الله مربوحه لتونيزيا كالعاد. اي خسرنا مرتين معاهم، ما فما ماتش قبلهم ديجا ربحناه، انا متاكد ما فماش لا خاوه خاوه لا حتى شيء، هذه نسيتها حكيت خاوه خاوه، توا احنا عندنا تونس ضربوا فهمت كيفاش، ولا عندي سكادو في ضربوا بمناسبه تنجبدوا لك باش نوريك اللي احنا رانا توانسه، وراه بالنسبه للحكايه هذه ما عادش فيها كل واحد وجماعته، الجزائر على روحها واحنا على رواحنا، واحنا باش نربحوا الجزائر ونربحوا اي كيب حتى تجيب البرازيل نربحوها. فهمني تشوف انت المنافسات الاخرانيه اللي شاركنا فيها شنو عملنا معنا، تونس توا ولا تحت في المفاجاه ولا تربح اي منتخب معنا في المونديال الاخراني ربحنا بطلت العالم فرنسا معنا، مش تكيدنا الجزائر وشنو فهمت كيف، عندنا جوارات محترفين كيما ما عندهم وكذا فهمت،
وديجا ما مانيش اخت حتى حد ومانيش بنت حتى حد في بالك، لا هي اختنا الكبيره لا احنا بنت دراشكون، معناها هذه المساله هذه راهي لازم نحاولوا التوانسه نتخلصوا منها معناها، فهمت؟ اي وذاك هو بالنسبه لنا احنا تونس ولا بعدها ولا قبلها معناها، ويلزم نربحوا ماتش هذا بالذات سيرتو بعد الكونتكست بوليتيك اللي صاير هذا والشحن هذا والتصريحات منه ومنه كذا، يلزم مره هذه التوانسه يربحوا الماتش هذا بالذات لاسباب سياسيه، ما يقول لك الكوره ما عندهاش علاقه بالسياسه، لا عندها علاقه بالسياسه ولازم نربحوا. المردود نتاع المنتخب نتاعنا باش يكون بي سيرتو مع الجار الجزائر، هاكا اختنا الكبيره لا بنتنا الصغيره، كل واحد على روحه، فهمت؟ كل بلاد وحدها وكذا، وتونس باش تربح الماتش هذاك، هذاك هو.